نفتتح 2022 مع أغنية للفنان إلي داود. شخصية هامة إلي حبيبي، واشي شتاشي صاير معك شي حبيبي؟ بقدر ساعدك بشي؟ صرف كتير علي لأنه ما عاد فيه اتحمل كل مصروفي بيرو منو نتو في أنا. شو دينا هالغنية اللي مخترعها إلي حبيبي؟ يعني نحن ما بكفينا المصايب والكوارث، هيدي الغنية وين ممكن تمشي؟ لا بب ولا بمطعم ولا بكافيه ولا بأعراس ولا بمدافئ. ما بعرف إذا بالمقاتل بكرة بصير يمشوها، يعني لهيك ما رح تكون متوفي لها الشوجر دادي تبع، ما بعرف. ممكن طرف لأنه اللي معك بدي منه، لعب لي شوي بهالكنز، عيوني بكنزك مخطوفي، صرف كتير علي. أنا مأكدة هيدا العم يلي عم بيمثل معك مش عارف كوعه من بوعه، لا عارف الغنية ولا عارف الكلمات ولا الألحان ولا أنت ولا شو معناتها وشو مضمون. الله يعينك عم. صرف علي كتير مع إني مش فقير، صرف صرف علي كتير ما بدها كتير تفكير، صرف. أنا جاي أخبركن إلي كيف عمل هذا الفيديو كليب. فتح الإجي، بتعرفوا الإجي اللي منجمع فيها 250 و500، فتحها قرر يعمل جوكيتا منها لل 250 لك كيف ملزقون. بقى ما أفضى بالك يا إلي. صرف كتير علي لأنه ما عاد فيه اتحمل كل مصروفي بيرو منو نتو في أنا. أنا كمان يعتبرني يا إلي يا حبيبي مصروف كبير ومنو نتو في، يعني بس ما بعمل هالعمل اللي انت عم تعمله يا حبيبي. ما أنا جاي عندي فاتورة موتير وكهرباء ودواء وأكل وشرب وكله لحق بعضه، يعني كمان إذا كل واحد مصروفه كبير ومنو نتو في رح يعمل هالعمل اللي انت عم تعمله كوارث. صرف لأنه اللي معك بدي منه، صرف هلا يا خيي، صرف لهم هلا دولار منية بكره بيقشط. رش المال رش المال، رايتني رشك هيك بشي باي 7 كإلي على السنة الجديدة. تعرف شو كان ناقصه الفيديو كليب؟ كان ناقصه محل ما انت واقف عم بتصور يمشي شكة الترين كلها سوا، تشك انت وعمه والملحن والديكور كله سوا يطير، وساعتها رش المال مثل ما انت بدك. دينك عدين هالفيديو كليب على وين الفيديو طفي.